إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الكريم العقيدة الواسطية، وهي من جمع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإنه جمع هذه العقيدة من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة والتابعين، فجمعها جمعاً وجعلها في قواعد، ولا زلنا في القاعدة العظيمة التي قعدها وشرح هذه القواعد الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. فأما هذه القاعدة فهي قوله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. فهو يذكر هذه القاعدة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة. قال: ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه القاعدة شملت علوماً كثيرة، وهو يحكيها عن أهل السنة والجماعة، ليس هو الذي وضعها من عنده، وإنما استخلصها من الأدلة. ولهذا يقول الشيخ عندما شرح هذه القاعدة العظيمة الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، قال: هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة ومنهاج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الأثر وأهل الحديث، يعني تطلق عليهم هذه الأسماء جميعا: أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. كم تطلق عليهم؟ أربع تسميات: أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، أتباع السلف الصالح. قال: هم تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد، وتميز يعني تميزوا عن أهل البدع في الاعتقاد، وتميزوا عن غيرهم في العمل، وصاروا شامة بين الناس، فلهذا كانت طريقتهم في العمل وفي تلقي النصوص وفي التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة لطريقة المخالفين. وذكر الشيخ رحمه الله وأجزل له المثوبة هذا الفصل ليبين طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في العمل
وفي مصدر التلقي الذي اعتمدوه، فقال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، ويعني بالطريقة هنا المنهج والنهج والمنهاج، يعني سواء قلت المنهج أو النهج أو المنهاج أو السبيل، فهذه كلها تؤدي إلى معنى واحد، لأن الطريقة تعم ذلك. فالطريقة هي الطريق المطروق، وهي النهج والمنهج، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو السبيل وهو الطريق، فجعل الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم طريقا تميزوا به عن غيرهم. وقد مر معنا أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة والجماعة، فمنهجهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباعهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون عن علم وبصيرة، لأن لفظ الاتباع تدل على متابعة عن علم وبصيرة. فيختلف المتبع عن المقلد، فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست التقليد. وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه، وهو القدر الواجب من العقيدة الذي يجب أن يعتقد الحق فيها مع دليله. انتبهوا أيضاً لهذه اللفتة الجيدة من الشيخ وفقه الله: إن في أصول الدين ما لا يجوز التقليد فيه، وهو القدر الواجب من العقيدة الذي يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله. ومنه ما يسوغ أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنيته، وقوله اتباع نفهم منه أنهم علموا بذلك، يعني يتبعون على علم أنهم علموا بذلك، وإذا كانوا علموا فلا بد من وسيلة للعلم. ما هذه الوسيلة؟ قال: هي كثرة ورودهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة، لأنه بذلك تعلم آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم. والآثار جمع الأثر، وهو ما ينقل من الخير في الأقوال، أو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو الأعمال أو الأحوال. وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وكذلك أقوال وأفعال الصحابة والتابعين. فهذه هي الآثار، ولهذا قيدها هنا بقوله: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطراً وظاهراً. فاتباع الآثار هذه سمة أهل السنة، اتباع الآثار هي سمة أهل السنة والجماعة، يعني أنهم يحرصون على الاتباع ولا يحكمون عقولهم ولا أهواءهم. وقوله رسول الله، يعني اتباع آثار رسول الله، قال: التعبير بالرسول أو النبي جائز،
تقول نحن أتباع النبي أو أتباع الرسول جائز، لأن النبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يستعمل لفظ النبي وقد يستعمل لفظ الرسول، ولكن في بعض المواضع يحسن استعمال لفظ الرسول، ومنه هذا الموضع، فقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أرسل بها من الله عز وجل، وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة، بأن السنة ليست اجتهاداً منه صلى الله عليه وسلم، بل هي وحي أوحاه الله إليه أن اعمل كذا واترك كذا، وقد يكون من سنته صلى الله عليه وسلم أشياء فيها اجتهاد، ولكنه يكون مقرًا عليها، فإذا أقر عليها صارت سنة كالقول والفعل، وإلا لم تكن أثرًا من آثاره صلى الله عليه وسلم، يعني لو فعل شيئًا لم يقر عليه فلا يقال هذا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في قوله باطنًا وظاهرًا، ماذا يريد به باطنًا وظاهرًا؟ قال يراد به الإخلاص والمتابعة، والاتباع لا بد فيه من الإخلاص، وهو اتباع الآثار في الباطن، ولا بد فيه من المتابعة للسنة، وهو اتباع الآثار في الظاهر، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن يقتضي أن تخلص لله عز وجل، وأن تخبت له وتنيب، يقتضي أن تخلص لله عز وجل وأن تخبت له وتنيب، وأن تصحح عملك من الشوائب، وأن تكون في أعمالك لله وحده دون غيره، وهذه حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ هو أكمل خلق الله توحيداً وإخلاصاً لربه عز وجل. فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة، ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن ورائهم الوصية بإخلاص الدين لله عز وجل، وهي اتباع الآثار في الباطن واتباع الآثار في الظاهر، بأن يعمل على نحو ما عمل صلى الله عليه وسلم، فيكون في هيئته وعبادته وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وأكله ونومته وفي جميع أحواله على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكملهم اتباعاً من كان على اجتهاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان أكثر اتباعاً كان أكمل. ثم قوله واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فهذا هذه من العقيدة ومن طريقتهم ومما أجمع عليه، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهذه تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم، لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون، كل يقول أنا على الكتاب والسنة، وهذا ملاحظ، يعني ما في طائفة تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، أو نحن خاصة من الفرق المنتسبة للإسلام، ولا يقولون لا نريد الكتاب والسنة، بل ينسبون ما أحدثوه وابتدعوه للكتاب والسنة. ولذلك كان من تسميات المعتزلة لأنفسهم بأنهم أهل العدل والتوحيد،
فمن الذي يكره العدل والتوحيد؟ لكن على أي معنى؟ يسمون أنفسهم أهل العدل وأهل التوحيد وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أسماء عظيمة، لكن ما حقيقة ما يمارسونه تحت هذه الأسماء؟ ولذلك الذي يسير على طريقة الصحابة والتابعين يتخلص من هذه الانحرافات، لأن هذه الانحرافات ليست من طريقة الصحابة والتابعين. فلما تقول نحن نتمسك بالآثار والكتاب والسنة على طريقة الصحابة والتابعين، هنا خلاص سديت الباب على أهل البدع جميعا، فهل هم على طريقة الصحابة والتابعين أم هم خالفوهم؟ فهذا هو الفيصل. قال: وهذا على نحو الكلمة المشهورة بأن نفهم الكتاب والسنة على طريقة الصحابة وعلى طريقة السلف الصالح، يعني سواء قلت نفهم الكتاب والسنة على طريقة الصحابة والتابعين أو قلت على طريقة السلف الصالح أو قلت على طريقة أهل الحديث والآثار، فالمراد واحد، والمراد اتباع طريقتهم التي أجمعوا عليها قبل حدوث البدع، فهم أجمعوا على طريقة واضحة صافية بينة، فهذا هو الذي يعني يخرج أهل البدع من هذه الطريقة. قال: وهذا القيد مهم لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم. أما الأخذ بالكتاب والسنة يعني القول بأننا نأخذ بالكتاب والسنة وطريقتنا طريقة الكتاب والسنة ونحو ذلك، فهذه يشترك فيها الأكثرون، لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ونفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ولهذا لا بد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. يعني هذا القيد الذي ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية هو قيد مهم جدا، اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وتقييده بالسابقين الأولين لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن ولم يحصل من أحد منهم افتتان رضي الله عنهم وأرضاهم، ولأن الله عز وجل أحل عليهم رضوانه. يعني لماذا نخص الاقتداء بهؤلاء لهذه الأشياء؟ يعني أولاً لم يكونوا أهل فتنة، والأمر الثاني أن الله أحل عليهم رضوانه كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما دام أنه رضي الله عنهم فنحن نتمسك بالطريقة التي يرضى الله عنا، إذا تمسكنا بطريقة من رضي الله عنه، ولأن الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة هم ثلة كبيرة من المهاجرين والأنصار، والله ذكر أنه قد رضي عنهم، فهذا مما يجعل المسلم يتمسك بطريقة الصحابة والتابعين. ثم هو ناقش مسألة تتعلق بالتسمية والانتساب، يعني أنت لما تقول أنا من أهل السنة والجماعة أو تقول
أنا من الشافعية، يعني تنتسب إلى مذهب فقهي، أو تقول أنا من أهل الحديث، أو أنا من أهل الأثر، هل يجوز ذلك الانتساب أم لا يجوز؟ فقال إنه يجوز الانتساب إلى ذلك، أن تنتسب إلى الأسماء الشرعية، فالانتساب إلى مذهب فقهي، وأيضاً الانتساب إلى مذهب فقهي كأن تقول أنا حنبلي أو أنا شافعي ونحو ذلك، فلا حرج في الانتساب إذا كان من باب التعريف، لكن احذر من مسألة التعصب وعقد الولاء والبراء على هذه التسمية دون الحقيقة. فهذه حتى وإن كان الاسم شرعي، يعني لو كان الاسم صحيح مثل أهل الحديث وأهل الأثر، فإذا كانت تسمية مجرد تسمية فالتعصب لها هنا مذموم، التعصب لها وعقد الولاء والبراء على هذه التسمية من دون النظر إلى حقيقتها فإن هذا مذموم. فإن بعض الناس قد يسمي نفسه أهل الحديث أو يسمي نفسه أهل الأثر، ثم يتحول هذا إلى لافتة وشعار، ويغفل عن حقيقة التسمية، ويتعصب لهذه التسمية، فيتحول الأمر إلى تحزب كأنه حزب. من أين أخذ هذا؟ ومن أين استنبط هذا؟ استنبط هذا مما حصل في إحدى الغزوات، لما حصل خطأ من مهاجري على أنصاري، ثم دعا المهاجري وقال يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، يعني يا أيها المهاجرون انصروني لأنني مهاجر، أنا مهاجر، والأنصاري يقول يا معشر الأنصار انصروني لأنني أنصاري. فتحولت المسألة من حقيقة الاسم الجميل الشرعي إلى التعصب له والانتصار لأجله. ولهذا لما سمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهذا إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أبدعوى جاهلية، أين دعوى الجاهلية؟ هذا قال يا مهاجري أين المهاجرون، وهذا يقول أين الأنصار، ويريد النصرة في قضيته، فيريد النصرة على التسمية، يريد النصرة على التسمية، وهذا فيه تفريق لكلمة المسلمين. وهذا ينطبق على كل التسميات الموجودة التي تفرق المسلمين، سواء تسميات الجماعات أو تسميات الأحزاب، إذا كان النصرة لأجلها والتعصب لأجلها والولاء لأجلها ونحو ذلك من دون النظر إلى حقيقتها فإن هذه دعوة جاهلية. انتبهوا لهذا النكتة العظيمة والتقعيد المهم، وهو الذي يزيل كثير من الإشكالات. فلذلك الشيخ يناقش هنا مسألة التسمية التي للتعريف، والتسمية التي تكون للتعصب والتناصر. التسمية التي للتعريف كأن تقول أنا شافعي، أنا مالكي، أنا حنبلي، وتقصد المذهب الفقهي أنك تعلمت عليه، فهذا لا حرج فيه، هذه تسمى التعريف. الحرج أين يأتي؟ عندما تتعصب للتسمية،
فإذا جاءك دليل يخالف المذهب المالكي، هل المذهب المالكي عندك معصوم مثلا أو الحنبلي؟ ليس بمعصوم، يكون جميل وقواعده طيبة وأكثره أصاب فيه، لكن أخطأ مثلا في مسألة وجاءك الدليل الصراح بأن هذه المسألة خطأ، فتقول لا أقبل هذا، أعطوني المذهب وأنا أسير عليه، فهذا هو التعصب المذموم. أو إذا سمعت من ينتقد خطأ في المذهب لا تقبل منه البتة، ويطلقون العبارات المعروفة، هل أنت أعلم من الشافعي؟ هل أنت أعلم من المالكي؟ هل أنت أعلم من الحنبلي؟ ومن قال أنه لا يصيب الحق إلا من كان الأعلم، فإنه قد يصيبه من دون ذلك. الأمر الثاني أنه هذا الذي أخطأ معذور وله فضل ومجتهد ونحو ذلك، فأنت بعد أن عرفت الدليل تصر على الباطل، هذا الذي ينهى عنه الشيخ هنا، وهو واضح من الدليل، ما بال دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم. وهذه يحتاج أن نعرفها جيدا، خاصة الآن مع كثرة الشعارات والأحزاب، وهي أيضا منتشرة عند القبائل. القبائل يعني يقول يا قبيلة فلان، حتى أن بعضهم إذا جاء عليه مشكلة ينادي ويهتف بالقبيلة، فيأتونه من كل مكان ولا يسألون هل هو على حق أو على باطل، وهل هو ظالم أو مظلوم. فكذلك الأحزاب، الأحزاب قد يطلبون من أتباعهم أن يسيروا معهم في طريقهم من غير النظر إلى أنه حق أو باطل، وخاصة في انتشار الديمقراطيات وتحزيب الناس، الحزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب الفلاني، فإن المنتسب للحزب لا بد أن يتابعه ولو كان غير مقتنع بمسألة من المسائل. إذا تبنى الحزب مسألة فإنه يسير وراهم أبدا، وهذا هو التعصب المذموم. التعصب لا يكون إلا للحق، وهذا أيضا في المذاهب الفقهية، كما أنه في المذاهب الفقهية فهو كذلك في المناهج السياسية أيضا، يعني لا يربى أتباع دولة على أن الحق ما كان من دولتهم، ولو جاء ما يخالف ما هم عليه فإنه مردود، هذا ادعاء للعصمة، فإن الحق ضالة المؤمن، أن وجد الحق قال به، فهذا فليس هناك أفضل من اسم المهاجرين والأنصار، ليس هناك أفضل من اسم المهاجرين والأنصار، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم، لأنها تغيرت إلى محتوى غير الاسم الجميل. فكذلك كل حزب قد يسمي نفسه حزب أهل السنة أو حزب أهل الأثر أو حزب المصلحين أو حزب الأتقياء، التسمية يعني حدث ولا حرج، لكن هل التطبيق هو أن تلتزم معهم بالحق وتدع الباطل، أم أنك تتابع على الباطل وتريد النصرة على الباطل؟ فهذا هو الذي فرق الشيخ بين التعريف وبين التعصب للإسم. العجيب أن بعض الناس مثلا يسمي اسم شرعي، يعني يقول مثلا حزب كذا السلفي، يسميه، فكأنه يريد أن يقول لك إن لم تكن مع هذا الحزب فلست بسلفي، فكأنه احتكر السلفية لهذا الحزب،
وقد يقع الحزب في أخطاء. ولذلك هذه التسميات انظر إلى مضمونها وما تدل عليه، فهذا المضمون إن كان يوافق الكتاب والسنة فهذا هو السلفي، وإن كان يخالف الكتاب والسنة فهذا مجرد تسمية وليس لها حقيقة. ولهذا قال: وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كل مخلص لله ومتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مخلص لدين الإسلام، وكل راغب في رفع راية الإسلام، يجب أن لا يتعصب لاسم دون اسم الإسلام، بل يكون التعامل مع المسلمين على اسم الإسلام ما داموا على التوحيد ولم يكونوا من أهل الشرك الأكبر. فإذا كان كذلك قربت، يعني المسألة ما دام أنه لا ينازع في اسم الإسلام قربت، وما دام أنه على التوحيد ولم يكن من أهل الشرك، لأن البشر فيهم نوع من العصيان، فالبراءة لا تكون براءة كاملة إلا من المشرك. أما الذي عنده إسلام ومعاصي ونحو ذلك فإنك تعينه على ما عنده من خير ولا تعينه على ما عنده من باطل. ولهذا قال: ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يوالى بحسب ما عنده من الإسلام، يوالى بحسب ما عنده من الإسلام وبحسب ما عنده من الإيمان. فولاية المسلم للمسلم تتبعض، انتبهوا لهذه القاعدة المهمة، لأن بعض الأحزاب ربما عاونوا الكافر على المسلم، ربما عاونوا لأنه عنده أخطاء أو لأنه متحزب ضدهم فيعاونون الكافر على المسلم إطلاقا، ولم ينظروا إلى ما عنده من الحق. قال: إن من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يوالى بحسب ما عنده من الإسلام وبحسب ما عنده من الإيمان. فولاية المسلم للمسلم تتبعض، يعني تواليه من جنب وتتبرى منه من جنب. كيف؟ تواليه في الحق وتتبرى من الأخطاء التي عنده. قال: بحسب ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان. وهذا هو نظر السلف في الشرع فيما تعاملوا به مع الناس. أما الولاء والبراء والحب والبغض والمكائد ونحو ذلك مما يحصل فهذا كله من فعل الجاهلية، وأثر من آثار التسميات التي لا يقرها أهل الحق البتة، يعني الموالاة للأحزاب والنصرة للأحزاب والحب والبغض والمكائد للأحزاب بينها، فإن هذا إذا كان كذلك فإنه من فعل أهل الجاهلية. فإذا نصل من ذلك إلى أن الأسماء المذمومة في الجماعات أو في غيرها يجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن لا تبقى في الناس، بل أن يبقى المؤمنون إخوة يبحثون عن الحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هدي السلف الصالح. ولو زالت هذه الشعارات وهذه الأسماء لزالت الشحناء من النفوس، لو زالت هذه الشعارات وهذه الأسماء لزالت الشحناء من النفوس، ولاجتمع هذا العدد الكبير من المؤمنين على كلمة سواء وجاهدوا في الله حق جهاده، ولحصل أشياء يمن الله عز وجل بها
إذا اجتمع العباد على كلمته. أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية وبهذا الموجود، يقصد عزاء الجاهلية والتعصب، فالله المستعان. وهذا ظاهر في أحوال كثير من المسلمين الآن. وقل من يتخلص منه. وواجب العبد أن يكون الأمر بينه وبين ربه عز وجل، وأن يخلص نفسه من الهوى، وأن ينظر لكل مؤمن بميزان الاسم وميزان الإسلام والإيمان، وأن يكون ميزانه هو ميزان أهل السنة والجماعة في ذلك، وأن لا يكون الميزان ميزان أحزاب أو تنظيمات، أو أن هذا من هؤلاء أو ليس منهم، ونحو ذلك من الأسماء. وكذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين أن لا يحدثوا أسماء تزيد من الافتراق، وهذا حصل ويحصل في كل زمن، من أنه إذا تباغضت فئتان لمز هؤلاء باسم والآخرون باسم، أولئك باسم، فنشأت فرق جديدة ونشأت جماعات أو نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من فرقة المسلمين. ومن قواعد أهل السنة والجماعة أن البدعة لا ترد ببدعة، يعني إذا أردت أن ترد بدعة فلا ترد ببدعة تبتدعها أنت، أن البدعة لا ترد ببدعة، والغلط لا يرد بغلط، بل يصبر. حتى الإنسان إذا اعتدي عليه ونيل منه يصبر ويحتسب عند الله عز وجل، ولا يقابل الباطل بباطل، أو يقابل التسمية بالتسمية، أو يقابل البدعة ببدعة، لأن هذا يفرق أكثر وأكثر، ولا تجتمع النفوس. وقد جرب ذلك ووجد أن انتصار الناس للأسماء أعظم من انتصارهم للحق، انتصارهم للأسماء أعظم من انتصارهم للحق. وقل من أن ينتصر للحق المجرد، ولكنه إذا جاء الاسم فإنه يتحرك أكثر وأكثر. وجرب هذا في أنه إذا ذكر اسم أحد من المعظمين عند أي فئة من الفئات مثلا بشيء مما قد لا يليق أن يذكر به، فستجد أنه يتعصب له وينتصر له أعظم مما لو خولفت مسألة شرعية، أو وقع الناس في منكر أو في باطل. وهذا من استيلاء عزاء الجاهلية على النفوس، وهذا كثير في كل بلاد المسلمين بلا استثناء، والله المستعان. ولهذا الواجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن يجمع الناس على كلمة سواء فيها تحكيم الكتاب والسنة واتباع طريقة السلف وإلغاء الأسماء وعدم إحداث التعصبات التي قد تثير الناس وتفرق عن الاجتماع. وكل ناصح لا بد أن يسعى في ذلك. وأما إذا قررنا في أي بلد كان هذه التسميات وسعينا فيها، أو أن أهلها رضوا بها، فإن الواقع لن يكون ساراً لنا، وأمامنا تجارب كثيرة دلت على أن الفرقة لا تأتي بخير، كما قال صلى الله عليه وسلم:
في الفرقة عذاب. والآن الناس في سعة، ولكن لا ندري ما المستقبل. ربما يتحول التراشق بالكلام إلى تراجم بغيره كما حدث في بعض البلاد. يعني يقصد بذلك أنه قد يكون مجرد تراشق بالكلام بين الأحزاب، لكن إذا زاد الأمر فإنهم قد يرجعون إلى السلاح، وهذا موجود كثيرا. التجارب موجودة أنهم أحيانا يرجعون إلى السلاح ويقاتل بعضهم بعضا، وأحيانا يكون قتالهم أشد من قتال الكفار لما يقاتلون الكفار، وربما يكون القتل أكثر من ذلك، وهذا أمر مشاهد على مر التاريخ. والسبب هو الانتصار لهذه التسميات من دون نظر إلى حقيقة الأسماء، فيتعصب كل فريق إلى فريقه، والديمقراطيات المعاصرة المزعومة زادت هذا الأمر شرا. يعني هو أطال النفس حقيقة حول هذه المشكلة، لأنها مشكلة متجذرة ولأنها موجودة في المجتمعات، فيحتاجون إلى أن يربوا على التجرد للحق. لكن ذكر من التسميات المباحة في الجمعيات ونحو ذلك، قال مثل جماعات تحفيظ القرآن الكريم، تقول جمعية القرآن مثلا في الرياض أو في مكة ونحو ذلك، هذا ما في تفريق للمسلمين، يعني هذا ما في، مجرد هذا للتعريف، ما في تفريق للمسلمين وليس فيها تحزب، لكنه ربما قد يتطور إذا جاءت فتنة والعياذ بالله، قد يتطور إذا جاءت فتنة، لكن إذا كان لمجرد اجتماع للتنظيم على تحفيظ القرآن الكريم كما في هذه البلاد المباركة فهذا لا حرج فيه. والشيخ يعالج مشكلة أن بعض الناس بلغ به الوسوسة إلى أنه يشك في تجمعات الطلاب لحفظ القرآن ويسمي هذه تحزبات، وهي ليست تحزبات، هؤلاء مجرد طلاب يحفظون القرآن كما كان طلاب ابن مسعود أو طلاب أبي بن كعب أو غيره الذين يحضرون عندهم. فهؤلاء الذين يجتمعون لتلقي العلم عند المشايخ هذا لا يسمى تحزب، فيقال طلاب ابن عثيمين أو طلاب ابن باز أو نحو ذلك، هذا ليس فيه تحزب وليس فيه تفريق من المسلمين، إلا إذا تحول مثل ما تحول يا للمهاجرين ويا للأنصار، فعند ذلك تكون دعوة جاهلية. إذا تعصب لهم فهذا دعوة جاهلية، أما إذا كان لنصرة الحق وترتيب أنفسهم في القرآن والسنة ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه. ولذلك قال وهذه الأسماء في نفسها إذا تحولت إلى تعصب وموالاة ومعاداة فإنه يجب إبطال هذا التعصب وهذه الموالاة والرجوع إلى الأصل في ذلك. فأنت لا تلغي الخير وإنما نقه من الشر، لا تلغي الخير وتقول مثلا أريد أن أقفل حلقة التحفيظ أو أريد أن أمنع دروس الطلاب عند الشيخ فلان أو عند الشيخ فلان، امنع الباطل الموجود، إن رأيت التعصب فامنع التعصب، وأما الحق فإنه لا يمنع. وانتساب الطلاب مثلا إلى شيخهم للعلم عنده فلا حرج في ذلك،
طلاب ابن مسعود، طلاب أبي بن كعب، أصحاب أحمد بن حنبل، أنت أصحاب كذا، فهذا لا حرج فيه، لأن بعض الناس تبلغ به الوسوسة مبلغ عظيم إلى درجة أنه هو بفعله يفرق المسلمين ويشتت شملهم. نعم. ولذلك أيضا قال هنا: لو جاء أتباع مذهب الشافعي وأتباع المذهب المالكي وتعصبوا لأنفسهم ضد مذهب آخر لينتصروا لمذهبهم كان هذا من عداء الجاهلية. وكذلك إذا أراد أهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة أخرى وكان هذا لمجرد الاسم كان هذا من عداء الجاهلية. وكذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة، لو أرادوا أن ينتصروا للإسم، يعني حتى لو تقول مثلا الجماعة السلفية أو جماعة أهل الحديث في الهند أو نحو ذلك، إذا كان تريد أن تنتصر أن يكون الانتصار للإسم لا للمسمى والحقيقة فإن هذا يكون من عزاء الجاهلية. قال: وكذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن ينتصروا للإسم وأن يوالوا ويعادوا عليه وأن يضعفوا اسم الإسلام أو أثر الإسلام أو الإيمان فهذا كله من آثار الجاهلية في ذلك. ثم أشار إلى بقية القاعدة وهي قوله: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا الأمر يدل على تعظيم سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ناقش أيضا في هذا القضية، وأظن هذا أشرنا له في درس سابق، إلى أنك لما تقول اتباع سنة الخلفاء الراشدين بعضهم حصرها وقال: ما أجمعوا عليه. ما أجمعوا عليه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وهذا يرد عليه الاعتراض أنه لا يمكن تطبيق هذا الحديث قبل أن ينتهي الخلفاء الراشدون، وهذا ليس هو المراد، وإنما كل خليفة راشد فإن سنته مقدرة ويسار عليها. ولهذا قال: فلهذا كان أهل السنة فلهذا أخذ أهل السنة بكثير من سنن الخلفاء وأقروها مع أنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما كان في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإنه في زمن عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح وأحدث الدواوين ونحو ذلك. وإن كانت هذه من قبيل المصالح المرسلة لكنها داخلة في سنة الخلفاء الراشدين، كذلك ما كان في زمن عثمان رضي الله عنه من إحداث الأذان الأول في الجمعة وتزيين المساجد وجمع المصاحف على حرف واحد وترك بقية الأحرف، فهذه كلها سنن يلزم اتباعها ولا يجوز تعطيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، يعني أحذركم محدثات الأمور، والمحدثات هنا المراد بها البدع، لأن المحدثات قسمان،
محدثات ليست من الدين، يعني من أمر الدنيا، وهذه لا بأس بإحداثها، كما أحدث عمر الدواوين وترتيب الأوراق ونحو ذلك. الثاني محدثات في الدين، وهذه التي تكون من البدع. ثم قال: وتقسيم المحدثات إلى قسمين قد أثر عن الشافعي رحمه الله، وهذا ليس هو المقصود بالمحدثات في هذا الحديث. فالشافعي رحمه الله لا يفسر الحديث بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين، وإنما يقسم المحدثات من حيث هي، والذي في هذا الحديث هو المذموم، يعني التحذير من المحدثات، المراد المحدثات المذمومة. قال: هو المذموم في هذا الحديث، هو المذموم أي البدع لا غير، من ترك سنة، من ترك سنة فقد أحدث حدثا، وكما قال بعض السلف: ما ترك قوم سنة إلا أحدثوا بدعة، ويعني بذلك الترك، يعني أن الترك قد يكون بدعة كما أن الفعل قد يكون بدعة. فإن كل بدعة ضلالة، وهذا العموم ظاهر، وإن لفظ كل يدل على الظهور في العموم. والبدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، يعني من أحدث السماوات والأرض دون مثال سابق. ومنه قوله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بدعا من الرسل، بل سبقني رسل، ولست برسول مبتدع القول بالرسالة. فهذا هو معنى البدعة في اللغة. ومنه قول عمر رضي الله عنه لما رآهم يصلون التراويح وقد اجتمعوا على إمام واحد واكتظ المسجد بذلك، قال: نعم البدعة هذه. فقوله نعم البدعة هذه هي البدعة اللغوية، لأن هذا عمل على غير مثال سابق في عهده رضي الله عنه، وليست بدعة في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي من رمضان واجتمع الناس معه، كما روى ذلك أصحاب السنن. أما البدعة في الاصطلاح فإنها تعرف بتعاريف، منها الأول هي ما كان على خلاف الدليل الشرعي، الثاني هي طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وهذا تعريف الشاطبي في الاعتصام. وهناك تعريف ثالث قيل: هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاد أو علم أو حال، وجعل ذلك صراطا مستقيما وطريقا قويما. وهذه التعاريف المختلفة للبدعة. وقال: وتعريف الشاطبي هو المشهور، ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، فمعنى طريقة أنها صارت ملتزما بها، ومعنى كونها مخترعة أنها لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين،
وهذا القول يعطينا فرقا مهما بين البدعة ومخالفة السنة، وهي أن البدعة ملتزم بها، وأما ما فعل على غير السنة ولم يلتزم به فيقال إن أنه خلاف السنة. انتبه لهذا الفرق، ترى مهم جدا. يعني كونك ملتزم بها، يعني شيء تفعله وتكرره وتلتزم به، هذا هو البدعة. أما لو حدثت غلطة من شخص وهو غير ملتزم بها ولا يتقرب بها ولا، فتقول هذا خالف السنة. ففرق بين العبارتين، بين أن تقول لشخص أنك خالفت السنة، وبين أن تقول إنك مبتدع. وبعض الناس يخلط ويجعلها كلها بدع. قال: وهي أن البدعة ملتزم بها، وأما ما فعل على غير السنة ولم يلتزم به فيقال أنه خلاف السنة، فإذا التزم به صار بدعة. لعلنا نكمل إن شاء الله في درس سابق، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.